لأنهم كانوا على قدر أهل العزم وكانوا أوفياء لأوطانهم وحققوا ما كانوا يصبوا إليه، فرفعوا راية أوطانهم خفاقة في أكبر محفل رياضي دولي أولمبياد طوكيو 2020. الاتحاد العربي للكاراتيه كان على الموعد خاصة بتواجد هؤلاء النجوم لخوض غمار منافسة بطولة العالم للكاراتيه دبي 2020 والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري. احتفل الاتحاد العربي للكاراتيه بالأسماء اللامعة على بساط كاراتيه الأولمبياد، وهم الأبطال العرب الأولمبيين الذين حققوا ميداليات ملونة من ذهب وفضة وبرونز. فكان التكريم يشمل النجمة المصرية فريال عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في وزن فوق 61 كيلوغرام، والنجمة المصرية أيضا جيانا فاروق التي حصلت على برونزية وزن تحت 61 كيلوغرام، إلى جانب السعودي طارق الحامدي الذي حقق فضية وزن فوق 75 كيلوغرام، والنجم الأردني عبد الرحمن المصادفة الذي توج ببرونزية وزن تحت 67 كيلوغرام. الاتحاد العربي للكاراتيه كرم في الأداء رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات العربية إلى جانب المدربين الأولمبيين والحكام الذين تواجدوا في المحفل الأولمبي طوكيو 2020. إذا تابعنا هذا التكريم دكتور، يعني لما نتكلم في التوقيت وأن قبل بداية بطولة العالم، إلى أي مدى تتوقع أن مثل هذا التكريم وهذه الأوسمة اللي منحت لهم ممكن تعطيهم حافز للمنافسة مع أبطال عالميين كثر موجودين في دبي؟ في الواقع من أفضل الأوقات اللي تختارها مثل هالفرصة أنه عندك بطولة عالم، أفضل لاعبين العالم، مدربين، رؤساء اتحاد كل العالم في دبي الآن في بطولة العالم. صحيح. فتكرم الإنجازات العربية في هالمحفل هذا أو في هالمناسبة شيء طيب، وهذا من حسن حظنا أن تتوافق في تاريخ بطولة العالم. بهالمناسبة يعني أرفع الشكر والتقدير الحقيقي سعادة اللواء ناصر رزوقي رئيس الاتحاد الإماراتي ورئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي على جهود الكبيرة ودعمه لنا في الاتحاد العربي. والحقيقة الأسرة العربية يعني في الكاراتيه تطورت، ورياضة الكاراتيه بسبب وجود يعني سعادة اللواء وأيضا وجود بشير الشريف ومصباحي المكتب التنفيذي للاتحاد العربي. صحيح. فيه قيادات عربية كثيرة المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، في الاتحاد الدولي. وفي الواقع يعني لما دعينا سبينوس يبادر، سبينوس داعم للاتحاد العربي أيضا رئيس الاتحاد الدولي، وأيضا يلاحظ التطور الكبير سواء في اللاعب أو المدرب أو الحكم. ودائما ما نتواصل مع الاتحاد الدولي في إقامة دورات تطويرية للمدربين واللاعبين والحكام، وأعود أننا اخترنا هذا الوقت لأنه أفضل وقت أنك تكرم فيه إنجازات أولمبية في بطولة عالم. صح. من حسن حظنا هذا. ودبي ما شاء الله يعني البطولات العالمية اللي موجود فيها والمناسبات الرياضية الكبيرة حقيقة شجعت الاتحاد الدولي على استضافة الكاراتيه هنا في دبي. صحيح صحيح. ويمكن هذا حدث عالمي. بالحديث عن البطولة العالم دكتور، ونستغل وجودك، إلى أي مدى هذه التظاهرة مهمة باعتبار أنها تأتي بعد هذه الظروف؟ يعني دبي مثل ما ذكرت تستضيف بطولة العالم الكاراتيه وغيرها من بطولة العالم بوقت متزامن، وغيرها من الأحداث يمكن أهمها إكسبو، لكن كيف نتوقع المستوى الفني لبطولة العالم هذا الوقت؟ بطولة العالم في دبي أتت بعد الأولمبياد وبعد التطور الكبير في الكاراتيه دبي. يعني الاتحاد الدولي لم يعني يغفل أهمية دبي باختيار الوقت أنها تتوافق في إكسبو، وكان يفترض أنها 2020. صح. وأجلت سنة بسبب كورونا. الاتحاد الدولي دائما ما يقيم سنويا يقيم الدوري العالمي في دبي. ففور طلب سعادة اللواء ناصر الرزوقي استضافة بطولة العالم، احنا في الاتحاد الدولي على طول موافقون بل نتمنى، وهذا ما حصل لأنه وجود الإمكانيات ما شاء الله،
وجود أيضا الرجال يعني في الاتحاد الإماراتي للكاراتيه متميزين بقيادة سعادة اللي وناصر وراشد العلي وحميد شامس وبقية أعضاء مجلس الإدارة، هذولا وهم رياضيين وأبناء اللعبة ويعملون بإخلاص، ونجد أنه البطولات اللي تقام في دبي فيها تميز أيضا بدون يعني مجاملة خاصة في الكاراتيه، وهذا ملاحظ لدينا في الاتحاد. وأيضا احنا نقيم بطولات غرب آسيا في الشارقة دائما، كل بطولاتنا الغرب آسيا تكون في الشارقة، فاحنا نسعد دائما لأنه يعني لما تجد الإمكانيات الصالة الرياضية الرجال اللي يعملون التنظيم الرائع كل يتمنى أنك تستضيف كل اتحاد. المستوى نتوقع بيكون عالي هالمرة خصوصا مثل ما ذكرت بعد الأولمبياد اللي صار لأول مرة الكاراتيه تدخل فيه. الكاراتيه في تطور، والكاراتيه دائما يعني هو فن من الفنون القتالية الراقية جدا، وكما تعلم لعبة يابانية. صحيح. الكاراتيه فيها سلوك وفيها انضباط وتعلم أمور عديدة في الحياة ليست فقط قتال. وتنقسم للكاتا والقتال، الكاتا حركات وهمية يدي اللاعب وهذه مسابقة، والقتال أتوقع أنه يكون المستويات عالية جدا بحكم أنه بعد ما دخلت الكاراتيه الأولمبياد أصبحت كثير من دول العالم تهتم في الكاراتيه في اتحاداتها، تدعم اتحاداتها الوطنية، فهذا ملاحظ يعني. ولذلك تجد أنه أي منتخب للكاراتيه في أي دولة يجد الدعم من دولته، معسكرات، مشاركات دائمة، تحفيز للأبطال، هذا ينعكس على أنه بتكون بطولة العالم في دبي بطولة متميزة بكل المقاييس حتى بالمستوى الفني. هذا الشيء منعكس على الاتحادات العربية المنضوية تحت مظلتكم، هذا الاهتمام شاهدته بشكل كبير. احنا شفنا النتائج في الأولمبياد من مصر، السعودية، الأردن، لكن نتوقع نتائج أكبر في بطولة العالم. بلا شك أنه يعني وملاحظ سواء يعني لما نقول في مصر جيان وفريال لما حققوا الإنجازات والقيادات تستقبلهم والدعم الكبير اللي جاء للاتحاد، في المملكة العربية السعودية وطارق حامدي وكيف قابل سمو سيدي ولي العهد وكيف الاهتمام الكبير من سمو وزير الرياضة يزوره في التمرين، وكان يقول لها إن شاء الله بتحقق لنا تسعدنا بميدالية، قال أنا إذا ما جبت الذهبية ما جبت ميدالية، عنده ثقة كبيرة. فالدعم الكبير خصوصا بما أنك ذكرت طارق هو متدرج في تحقيق الذهب أنه هو صغير، 2013 برونزية العالم كان ناشئ، 2015 ذهبية بطولة العالم كان شباب، 2019 ذهبية بطولة آسيا، تعرف آسيا هي منبع الكاراتيه. صحيح. فهو بطل يعني حقيقة، ولا هو مستغرب منه اللي حقق. عندنا نجي يعني والدعم اللي وجده ونشكر يعني حقيقة لأنه أعطوه